على قد ما فيه رسامين يعشقون الريشة والألوان، ولكن يظل بعضهم أكثر جرأة في تقديم هذه الهواية للآخرين. هذه المرة شابة سعودية قررت أنها تقدم فنها عبر قصاصات الفواتير، وهذه الخطوة صراحة هي اللي لفتت الأنظار لها، رغم بأنها ترسم من وقت طويل جدا. حنتعرف مع بعض على طريقتها الخاصة والغريبة. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا عبر سكايب مروج حسن. اهلا وسهلا مروج، ومنورتنا في ساعه شباب. ولكن بالبدايه اسمحي لي اسالك، يعني هل الرسامين محظوظين انهم بسهوله ما شاء الله تبارك الله يقدروا يعبروا عن رسمهم؟ يعني هل تتفقي معي بهذا الشيء او لا؟ اولا في البدايه احب اشكرك على هذه الدعوه، وسعيده جدا بتواجدي معكم. بالنسبه للتعبير عن الاراء او عن الفكره الموجوده، أنا أتفق مع مقولتك، يعني زي ما في بعض الناس تقدر تعبر عن طريق التمثيل، عن طريق الغناء، فأنا أشوف إنه الرسم تقدر توصلي كمان رسالة لو حابة. أكيد طبعاً أتفق معك في هذا الشيء، ولكن كيف بدت علاقتك الفنية وكيف تطورت في مجال الرسم؟ طيب، هي بدأت تقريباً منذ الصغر، تحديداً بدأت من ثالث ابتدائي. ما شاء الله. يعني هذه الفترة اللي لاحظوا علي أهلي وصحباتي. وكيف تطورتي في مجال الرسم؟ طيب، تطورت، هو ما في طريق واحد أنا بديت فيه، يعني كنت أشوف فيديوهات في اليوتيوب، كنت مثلا أشوف رسامين في تويتر وأحاول إني أقلد الرسم. كان من ضمن هذول الرسامين اللي كثير علمني اللي هو الأستاذ عبد العظيم سراج، حتى اني اخذت عنده دورة ما شاء الله تبارك الله، فهو عظيم يعني صدق. وهذا الشيء ساعدني اني انا اتطور اكثر واكثر، اللي هو الممارسة. ما شاء الله تبارك الله. طب في فترة الدراسة تعرضتي لموقف خلاك تبتعدي عن الرسم تماما، فإيش الموقف اللي ممكن يخلي الإنسان أو الفنان يبتعد عن هوايته المفضلة؟ طيب، حلو السؤال هذا. بالنسبة لمواقف الناس، كانت في بداياتي تأثر فيني جدا، بالذات في المرحلة الابتدائية. فكان في موقف، أو أيوة موقف حصل لي وأنا سنة ثالث ابتدائي. طبعا أنا كنت هذه الموهبة كما ذكرت لك منذ الصغر عندي، ما شاء الله. فأفتكر قد مرة في حصة الفنية كان وقتها الدرس اللي هو عن الظل والنور، إذا تعرفين الظل والنور. أي. يعني مثلا عن المسطح، المسطح وظل الجسم عليه، فكيف الرسم ومع إضاءة الشمس؟ أيوه، فكان درسنا عن هذا الظل والنور. فوقتها أنا كنت مرة متحمسة على أساس إني أجرب هذا الدرس وأشوف اللي هو استحسان الأستاذ حقتي. فلما رسمت الرسمة تقريبا كانت حصتين، يعني استغرق مني وقت طويل. بعد ما رسمتها قدمتها للأستاذة. الأستاذة أول ما شافت الرسمة كذا طالعت قالت: أنت رسمتيها؟ قلت لها: يا أستاذ أنا رسمتها. قلت: لا ما رسمتيها. قامت راح تسأل الجروب اللي حولي، قالت لهم: بنات أنتوا شفتوا مروج رسمتها؟ قالوا: إيوة مروج رسمتها. فهي كانت بين خيارين، يا إنها تكذبني وتكذب البنات وموقفها مو حلو، أو إنها تقول هذا اللي سوته. قالت: طيب. هذا كلام أفتكر إنها حطمتني كثير، يعني ما لقيت صفقة من صحباتي ولا تشجيع ولا كلمة حتى واحدة منهم. فهذا كان الموقف تقريبا تبعه اللي هو انقطاع 6 سنوات من الرسم. بعد عاد رجعت. جميل، بس يعني يمكن من الصدمة، لأن الرسمة كانت أكثر من رائعة وعمرك صغير، فما توقعت أن خيالك وإبداعك يكون بهذا الجمال بالنهاية في هذه الصورة. صراحة تحمست كثير أشوف وش رسمتك. هل محتفظة بالرسمة للآن ولا لا؟ لا والله ماني محتفظة بيها. طب جميل، انت ما شاء الله عليك مروج مبدعة جدا. فنجي لأكثر فن انا شخصيا احبه ولفتني، ايش فكرة انك ترسمي على الفواتير؟ يمكن شفنا بعض الصور اللي رسمتيها وبعض اللوحات اللي رسمتيها قبل شوي، وكنت قاعدة اتفرج عليها ان ما شاء الله تبارك الله خيالك واسع جدا، بس ليش الفواتير بالتحديد؟ طيب، هذا السؤال برضه حلو. بالنسبة للفواتير، هذه الفكرة نشأت منذ الانتظار، يعني فترة الانتظار. يعني كنت أحس إن هذه أكثر فترة ممكن تسرق حياة الإنسان، يعني انتظار كافيه، انتظار مطعم.
فكان هذا الوقت هو السبب الأول إني أنا فكرت إني أستغله. يعني كنت أنا أحب الرسم الصراحة، والرسم ياخذ مني وقت طويل. يعني مثلا لما أجي أرسم لوحة مقاس A4 ياخذ مني 6 ساعات إلى 8 ساعات. فأنا قلت ليش أحصر هذا الرسم في مدة معينة؟ ليش ما أخليه مثلا على أي حاجة؟ فكنت أرسم على الفواتير، أرسم على الأكواب، أرسم أيضا على الجدار، أرسم على الجرائد. فكانت هذه من ضمن الأفكار. ما شاء الله تبارك الله. طب إيش أنواع وطرق الرسم الأخرى اللي تحسي إنك تتقنيها أيضا بشكل كبير؟ طيب، إتقان الرسم هذا موضوع يكون معتمد اعتماد كلي على معلم. ليش؟ لأن الرسم هو أساسا علم. يعني أنت الآن لما تدرسي رسم تدرسيها على أساسيات معينة، على مقاسات معينة، وعليها تبني. فإتقان الرسم يكون لازم شخص عارف في هذا المجال. يعني غالبية المهندسين يعرفون هذا الشيء، هو يقيم هذا الشيء، يقيم الرسمة. أنا زي ما ذكرت لك قدمت اللي هو في دورة عند الأستاذ عبد العظيم، وأخذت عليها الحمد لله شهادة على إتقان الرسم. ما شاء الله تبارك الله. طب يعني هل ممكن بأن هذه الغرابة هي اللي حققت لك الشهرة الواسعة والانتشار الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي ولا لا؟ طيب، هي الغرابة هذه بالفعل هي كانت سبب رئيسي. غير كذا حب الناس لي وتشجيعهم، بالذات في برامج التواصل، التيك توك، الانستغرام، هذا شيء دعمني زيادة وخلاني اللي هو أصور الرسمة على الفاتورة وأصور ردة فعل الكاشير مثلا أو الشخص اللي أنا رسمته. فهذا الشيء لاقى استحسان كثير من قبل الناس، والحمد لله على هذا الشيء. طيب ايش اغرب ردة فعل تلقيتيها من الكاشير؟ أغرى وردة فعل ايه كان رسمت باريستا اللي هو مراد في كافي محمد بكر، فلما شاف الرسمة أعجب فيها قال لي ما شاء الله يعني رسمتي كل حاجة، أهم شيء ما نسيتي التقويم. فهذا المفروض اعطوكي كان قهوتك ببلاش، انا لو منهم اعطيك الطلب على حسابي الصراحه، تكفي الرسمه الله هذه. يسعدك طب انت الله ايضا يسعدك. مروج، يعني هل اشتغلتي مثلا على مشاريع كبيره مثل جداريات، لوحات كبيره جدا يعني مقاسات كبيره، يقولون هي اللي تجيب الفلوس الحين؟ صحيح، أنا شغالة على هذا الشيء، وغالبا إنه هو طلبات رسم خاصة، فما أقدر مثلا إني أشاركها مع الكل، للخصوصية طبعا. بالنسبة للجداريات للأمانة ما قد اشتغلت كمشروع جداري، بس ممكن صممت اللي هو واجهة مشروع. يعني حلو. هذا المشروع استغرق مني تقريبا من 2 إلى 3 أسابيع، إن شاء الله حيتم تدشينه. طبعا حنزل عنه مقطع في حساباتي. جميل، نحن نتمنى لك صراحة كل التوفيق. طيب بما أنك يعني ما شاء الله تبارك الله مروج فنانة تشكيلية وعندك ذوق وخيال واسع كبير، هل في رسمة مثلا تمنيتي أنك تتقني هذه الرسمة وما قدرت ترسميها إلى الآن ولا لا؟ ما في شيء صعب عليك ما شاء الله؟ طيب، لو أنا قلت ما في شيء صعب علي فأنا أكيد قدامة. هو الرسم زي ما قلت لك على أساسيات، إذا أنت عرفت الأساسيات خلاص تقدر تبدع في كل حاجة. لكن هو كنوعية الرسم أنا أتمنى إني أبدع أكثر اللي هو في رسم الألوان المائية، مع إني يعني في في كاتبة اسمها نوح حكمي، أمسي عليها بالخير، أكيد إنها أكيد نوجه تشوفين. لها تحية. أيوة، أعجبت بالرسم اللي هو بالألوان المائية، فجعلت واحدة من رسوماتي غلاف لكتابها اسمه صنوان قلب. ما شاء الله تبارك الله. يعني ما في رسمة تتمني إنك ترسميها في يوم؟ اضحك علي قولي لا أنا بصدق. أبشري، ما عندي قصة. حبيبتي شرفني ويسعدني يا رب. في آخر سؤال أحب دائما أرسله كل أسأله لكل شخص فنان وموهوب، إيش أعطاك الرسم وبالمقابل إيش أخذ منك مروج؟ حلو، الرسم أعطاني أشياء كثيرة. أول حاجة أعطاني مسار أو حاجة أنا أتميز فيها عن الكل، خلاص. أعطاني أيضا حاجة أو هو دافع إني أنا إذا بغيت حاجة أقدر أنا أسويها، أي زي ما حكيتك اللي هو القصة اللي صارت. أيضا ثقة بالنفس، أيضا تقدري تسوي اللي هو مشروعك الخاص، تقدري تبدعي، تقدري تثبتي نفسك بالفن.
جميل. واللي أخذ مني معليش، واللي أخذ مني أتوقع حاجة واحدة وكيف حكينا علينا، عارفه العمود الفقري. سلامة العمود الفقري، عشان كذا دائما أقول للفنانين والرسامين أنهم يمارسوا تمارين كثيرة للظهر والعين واليدين والرجول، فلازم تنتبهي على هذه الناحية أكثر وتروحي لأخصائي علاج صحيح، طبيعي. يعطيك ألف عافية مروج، راح أتمنى لك كل الله يعافيك، التوفيق. شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك والفريق الإنتاج، الله يسعدكم. آمين يا رب ويسعدك. بعد الفاصل، الجراح الذي يعشق التاريخ يؤسس نادي للمقتنيات الكلاسيكية.